في الرياضة أيضا، وصول سباق الدراجات الهوائية انطلاقا من مدينة جلندنج وصولا إلى العاصمة أنجمينة، وتكريم الثلاث الأوائل في هذا السباق بحضور وزير الشباب والرياضة عباس البكر. خلال 8 أيام متواصلة لمسابقات الدراجات الهوائية في بعض مدن وأقاليم البلاد، وبدأ السباق من مدينة سار حتى مدينة كيلو، والمحطة الأخيرة للسباق بدأت من مدينة جلندنج التي تبعد عن مدينة أنجمينة ب 153 كيلومتر. تنافس فيها متسابقي الدراجات الهوائية والبالغ عددهم 24 متسابقا، وتمكن المسابق جنجيم جاددي لمدينة أنجمينة من إهراز المرتبة الأولى لثلاث مرات متتالية وتربع على ترتيب العام. إلي تكنيك كان ماين كان ماين شكل مكرة إذا بريمير ماين أنا ندور أن ندفندر بلان انترناشونال إلي ما أنينا لما ماين دا قدرة إلي population نوم ساودو. وعليه فقد تحدث الأمين العام للفيدرالية التشادية لسباق الدراجات الهوائية أبو بكر مصطفى عن مدى أهمية السباق، مثمنا جهود الشباب في السباق لمسافات طويلة. وزير الشباب والرياضة أوضح بأن مسابقة سباق الدراجات ينظم لأول مرة في البلاد. من سارة سقومو جو هيني وناس اللي جو بريمير ده كله نشكره كثير لأجل تحفيز وتشجيع الشباب في ممارسة هذا النشاط الرياضي، سيما سباق الدراجات الهوائية، يجب مساندتهم ودعمهم في مختلف المجالات.